لان احنا اول حاجه نبص عليها هي وشنا، وبنتجاهل جدا المنطقه بتاعه الرقبه، مع ان الرقبه دي يعني من اكتر الحاجات اللي بيبان عليها السن، وكمان من اكتر الحاجات ان احنا واحنا بنيجي نستعمل الدي نايت كريم بنروح حاطين هنا بس، وبننسى دايما الحته دي، مع ان الحته دي اللي هي منطقه الرقبه هي دي اللي يعني ده حتى بيقولوا نفرتيتي ناك يعني. الاسئله داخله سخنه جدا. منطقه الرقبه هي تقريبا حوالي بتظهر جمال الوش جدا. يعني لو انت عندك رقبه متهدله او سنها شكله باين كبير هيخلي وشك كله باين كبير. وعلى العكس يعني انت لو عندك وش معتدل والرقبه بتاعتك كويسه جدا تمام هيبقى الدنيا مظبوطه جدا في منطقه الرقبه. المفروض زاويه الرقبه تبقى 90 درجه او 70 درجه يعني 120 يعني 120 مفتوحه يعني. المفروض ما يبقاش فيها جلد زياده او تهدلات، ما يبقاش فيها تجاعيد، ما يبقاش فيها العرقبين اللي هم بالطول اللي هم العضلات اللي شاده، ما يبقاش فيها كمان دهون. يعني مثلا دي درجات الصوره اللي واضحه قدامكم دي عباره عن درجات ترهل الرقبه. طبعا اقصى درجه اللي هي الدرجه السابعه اللي هي فوق على اليمين خالص دي بقى فيها جلد زياده، بقى فيها تعرجات، بقى فيها تركش نيك اللي هي زي التيك التركي، بقى فيها جلد زياده، بقت الزاويه مش موجوده اصلا، بقت واصله من اول الدقن لحد الصدر على طول. فبقى الوضع فيها ان هو مترهل بدرجه كبيره. حسب بقى نوع الترهل انت بتقدر او بتحدد طريقه اللي انت هتعمل بيها اصلاح. يعني الصوره اللي احنا شايفينها دي درجات الترهل واشكالها. درجات الترهل حسب بقى انت سنك وحسب انت اهملت قد ايه وسبت موضوع الترهل يتراكم ولا لا. طب يا دكتور طبعا في كذا حاجه كذا تقنيه جديده لعلاج الترهل ده بدون تدخل جراحي. ومن التقنيات اللي احنا دايما بنسمع عنها هي العلاج بالخيوط، امتى بيكون العلاج في المرحله دي هو ده العلاج الوحيد؟ وهل بيتعمل الخيوط دي على جلسه واحده ولا بتحتاج اكتر من جلسه؟ طيب تعالي نوسع الاجابه شويه او السؤال شويه، نقول كل حاجه قصادها ايه؟ يعني احنا لو عندنا دهون لازم نشيل الدهون دي، نعملها شفط دهون، ده صحيح تدخل جراحي بس مهم للرقبه الممتلئه. لانك اي طريقه تانية مش هتعمل لها المعلومه دي، اي طريقه تانية او اي طريقه مساعده تانية وطول ما في دهون مش موجوده. يعني قصد حضرتك ان لو في هنا منطقه لغد يبقى انا لازم اتخلص من الدهون الاول قبل ما اعمل اي طريقه للريجوفينيشن او ان انا اعدل الرقبه. طيب لو انا عندي تجاعيد بسيطه او متوسطه او عندي تجاعيد شديده، عندي طريقتين من احدث الطرق والاثنين موجودين عندنا في نبط، الهايفو والخيوط. نتكلم على الخيوط اكتر. الخيوط طريقه عمليه جدا وبالذات بالذات في الناس اللي عندها ترهلات متوسطه وما عندهاش الزاويه اللي هي الزاويه 90 او 120 درجه موجوده اللي هي نيفرتيتي نيك. تمام. نيفرتيتي نيك الفيديو ده مثلا بيوضح كل ترهلات الوجه او كل منطقه ثابت، يعني لما الوجه نزل على اللي تحت بقى مرفوض ان انا ارفعه بالخيوط في انهي اتجاه. فلكن تخيل ان الرقبه المفروض تترفع في اتجاهين، اتجاه عرضي ان انا برجع الجلد لورا وارفعه لفوق كمان، يبقى الرقبه بالذات لازم تشد في اتجاهين، اتجاه لورا ولفوق. مفيش ورا فوق كده يعني. لا هو لازم مجموعه خيوط تخش تدي الدايركشن بتاع ورا، ولازم مجموعه خيوط ثانيه تخش ترفعها لفوق. ده ممكن بقى مع شويه تعديلات او موديفيكيشن نخش ان احنا نجمع الزاويتين مع بعض، بس لازم الاول تبقى انت فاهم ايه المطلوب منك. مطلوب من الخيط ان هو يشد الترهلات دي لفوق ضد عوامل الجاذبيه بحيث ان انت ما يبقاش التهدل لتحت كده. وكمان المفروض ان الاثنين دولت او العرقبين بتوع العضلات دولت ناخد مجموعه من الخيوط الثانيه تضمهم على بعض او تخليهم مش موجودين. اوكي. يبقى اذا الخيوط في الرقبه ليها فائدتين، ترفع الجلد لفوق والورا، وكمان الخطين اللي في النص دولت يختفوا. اوكي. فده بيخلي لك عندك زاويه كويسه، عندك مفيش ترهل، وبيدي كمان درجه يعني بيخلي الوش كله يبان يس، يبان صغير. وفي نفس الجلسه حضرتك بتركب الخيوط اللي بالعرض وخيوط بالطول؟ كل ده في جلسه واحده لا تتعدى تلت ساعه. لكن لازم كده وكده. كده لورا ولفوق. لورا ولفوق. لورا.